انه الرئيس البشير عرض على الملك عبد الله قبل ما يعرض على الامريكان. ما الذي دار بينهم طالما؟ يعني انا ما لم احضرها ولكن ما سمعت حسب ما رويته من المسلمين كما ذكرت انا في كتابي. نعم. انه الرئيس البشير قال للملك عبد الله قال له احنا نبغى نسلمكم بن لادن او فيما معناه بهالمعنى هذا. فقال له الملك عبد الله اهلا وسهلا يعني نرتب للشيء هذا. قال له بس عندي اشتراط. قال اي. قال له ايش هو؟ قال له ان لا يحاكم ولا يعرض لمساءلة إذا سلمناه لكم. قال له الملك عبد الله ما نقدر إحنا عندنا شرع الله سبحانه وتعالى وما في أحد فوق الشرع. نعم. حيحاسب على ما قامه. نعم. فحينها سكت ولم يعد يعاود العرض على الملك عبد الله. بعد إذن حاولوا يقدموا بن لادن للأمريكان. الأمريكان في ذلك الحين كما ورد على لسان الرئيس كلينتون في مذكراته أعتقد قالها أنه لم يكن لديهم في أمريكا دلائل تثبت عمل بن لادن ضد الولايات المتحدة في ذلك الحين. وبالتالي إذا استلموه ما حيقدروا يحاكموه بزعم موقفهم الرسمي. ولذلك رويتهم بدقة في كتابكم أن القاعدة كانت متقدمة يومين على الاستخبارات بشكل عام في المعلومات. في كتابكم رويتموها إنه تنظيم القاعدة عندما بدأ أعماله بدأ من 95 في المملكة والأعمال التي تلتها في أماكن أخرى. نعم. من تفجير السفارات إلى غيره. رويتم في الكتاب إن القاعدة كانت دائما متقدمة يومين والاستخبارات متأخرة يومين. الاستخبارات يعني العالمية الاستخبارات العالمية كانت تتعامل مع القاعدة على ما ينتج من أفعالها وليس على ما أتاها من معلومات عن إمكانية هذه الأفعال. ليس عمل استباقي. ليس عمل استباقي.